بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. سلام جميع الجزائريين والجزائريات اللي عايشين في الجزائر وفي الخارج الجزائر في لاونا زوري الجزائريين التاريين اي عايشين في مارسا كولا. بونجور سالي تو لي زارجيان الجزائريين كي فيفون الجزائري يا لترونجي. اخوتي اولا وقبل كل شيء يعني الحديث لا فيديو تاعي اليوم على لا كونستيتيسيون اللي راح يديروها في الجزائر وعلى المشاورات هذه، مشاوره تاع فلان، مشاوره تاع مدني مرزاقي الى اخره. يعني لا كونستيتيسيون يا خوتي هذه نصيحه للشعب الجزائري كما راه، يعني واحد مليح يقرا مليح فريمون بور سينستروير باش الحكم هذا باش نحبطوه ليس بالعنف، ليس هي بالقراءه. يقول لك لا كونستيتيسيون هاي اللي كان الدستور هاولي la constitution générale la loi fondamentale ha الدستور الجزائري من 1963 الى 2008 يعني بوتفليقه. la constitution la loi هايليك واش كاين يعني فهموني يا خوتي. ها لو شابيتر 3 دي بوفوار جوديسيير لارتيكل 123 129 يقول لو بوفوار جوديسيير انديبوندون. هايليك دوزيام 130 لو بوفوار جوديسيير بروتيجي لا سوسيتي اي لي ليبرتي il garantit à tous et à chacun la sauvegarde de leur droit fondamental. هايليك لكن لو بوفوار جوديسيير انديبوندون est-ce que le pouvoir judiciaire est indépendant pour les massacres, les sera, les enquêtes? Est-ce que le pouvoir judiciaire est indépendant pour l'affaire de Mahatoub, pour l'affaire de Khalifa, l'affaire de Shakib Khalil, l'affaire de Malayin et de Sirko, l'affaire de les assassinats de les serbes algériens, l'affaire de les journalistes qui ont tué? Est-ce qu'ils sont indépendants? L'affaire de Bzef Houaïdi, Khaouti, Bzef. Il n'a jamais été indépendant. L'indépendance judiciaire, lui, n'importe quel qui me coule, juge ou là, il te house ou là, il remet ouf le bureau, il te n'a pas. En achepna, ou télévision, يعني امي وريوفتي وزيدو وريوف التلفزيون هادي لا ميو كيما الاخ واحد الاخ ملوك تاع بليده اللي فضح يكشف الحركه هو منسي بورتو عنده الدوسيات ديزاني ديزاني لافير تاع لافير سليماني تاع لا 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 تاع واسمو تاع لا دوان هاو منسي طلع حتى الفوق لافير تاع الاخ اللي فضح الديريكتور تاع صنع الغاز وراه منسي ماهوش خدام مين با مسكين باش نمد لكم لا لا لانديبوندون جوديسيير سي با لي لوا كي مونط ماشي هاد هاد الدستور غير الجزائر كل عام يبدلوه كل 4 سنين يتبدل سي با لا لوا كي مونط سي لي جون كي فون ابليكي لا لوا كي مونط يعني الاشخاص الحقيقيين شكون هو يعفس في لاروا ليس شعبي لانه كيشوف الفوق او يعفس في لاروا شعبي هذا كيف كيف لكن الشعب كانيت ما نشوفش لهاد الاشخاص لان هاد الاشخاص سرقوا الشعب يديروا نيمبورت كو باش يحكم يشد في الكرسي هذا لازم الشعب بيناتنا دي سيتوايان ساب نتفاهموا و يكون عندنا لغة الحوار وكما قلت لا كونستيتيسيون سي با لا لوا كي مونك ومديت لكم ليكزومبل هذه وحبيت دوتر ايكزومبل سي با ان بروبليم كما بار ايكزومبل في الدستور الجديد راح يديروا قال لك احمد يحيى ولا ما على باليش دي سبيسياليست على لا لوا الى اخره كيما يقولوا هما يعني برومي مينيستر سلال هضر باللي قال اون بلان بارلمون واحد ما يعني ما كيما ما قاطعوا
المعارضة كما يقولوا، قال لا كونستيتيسيون، يعني قال الأمازيغية ما تخش في لا كونستيتيسيون، ما تكونش مدسترة. هذه قالها وقادرين نشوفوا لي جورنو، وبعض يعني الناس كان أشخاص اللي هم يستناو هاد كيما يقولوا غير هاد الكلمة باش الجزائر ينوضوها. الحمد لله واحد ما ناض، لكن هاد الناس نقولوا لهم حاجة للناس في الحكم، تما نتوما كيما تشتروش الأمازيغية كي تسمحوا للسراقين القتالين إلى آخره، واش معناتها هادي؟ الأمازيغ خاوتنا تاع مزابية مازالهم ليومنا هذا، ليومنا هذا يعني عند هذا شحال وشحال وشحال، مالغري كو العهد الرابع إلى آخره، ليومنا هذا ما جاست ما دار والو في غردايا، يعني ما عندهمش اون سوليسيون. وثاني الدستور هذايا كي تسمح قال لك مصالحة ندخلوها في الدستور، يا لا لا ما فهمت انا المصالحة هذه، شكي بخالينا نسمحوا له ما لا تما هذوك السراقين، لان السراقين اللي داروا هكذا للجزائر العشريه السوداء 12 سنه هذيك اللي ناضت في الجزائر الحرب الاهليه، علاش على جال السراقين اللي سرقوا يفون اتر كوفير كيما يقولوا، هذه هي حقيقه. وثانيا راكم تشوفوا الناس هذوك اللي كانوا ينوضوا يقولوا لك ضدك دا ضدك دا، اليومنا اليوم راكم تشوفوا يروحوا لحمد ويحيى يهضروا معاه يقول لك دا، يعني سي فولو سي بروغرامي، واش صرات في الجزائر سي بروغرامي. هذا ما كان، وكاين احراف الجزائر كما الاخ الشيخ علي بالحاج اخويا حر وحقيقه راجل، وزيد نعاودها راجل وحر، لو سول راجل في الحزب المنحل، والاشخاص كما هو ما كاش قلال قلال في بلادنا. وثانيا هذه دوكا جفي روسوفار بوكو دو كيما يقولوا دي كومونتير الاخر. انا نقول الاشخاص باش احنا ما حبيناش البلاد تتقسم، هذه وجهه نظر، قلنا وزيد نعاودوها حتى هما افون لو فوت مول الاتفاق، قال لك الامازيغ تدستر احنا امازيغ وكذا وكذا وكذا. هاو اليوم ها راكم تشوفوا الصاري، المصالحه لازم في الطابله كاع كيما راهم يهضروا للشعب والشعب او يفهم الحمد لله. وما زال كتاباتهم يخرجوا اليوم اليوم، شفناهم كما يدي ليفر على الأزمة الجزائرية، وتوجو رجعكم الوسمو الفري الفري بوان اللي كان حرب كان حسين دحلب الى اخره، كان يعني احد الاخ الجزائري هو الونيس عقون، يعني فريمون مانيش نديرو بوبليسيتي خاوتي لان في الجزائر ممنوع الكتاب تاعو، قراوه اللي عنده خوه في الخارج واللي يبعثلو الى اخره قراوه وردونا بالجواب. الناس هادون اللي يقولوا يعني اللي شايدين بالقوميه اللي شايدين بالازمات في الجزائر، اللي هي الحكم الجزائري il n'a pas su la sociologie du peuple algérien. Mais la balouche, oui, qu'est-ce que ça veut dire le peuple? Mais la balouche. Ou, on croit qu'on y a khabti, salam alaikum, et à la prochaine, inshallah.